السلام عليكم اصدقائي، كنتمنى تكونوا في احوال جيده وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. اليوم ان شاء الله رجعت معكم بوصفه جديده. اليوم ان شاء الله غادي نوجدوا لا سوب ولا شوربه ديال الخضره والفواكه البحر، صراحه اللي كتجي زوينه زوينه بزاف وصحيه، ووجبه اللي صراحه زوينه بالنسبه للوجبات ديال فطور رمضان، اللي كتجي صراحه زوينه زوينه بزاف كيف ما كتشوفوا معايا. جات على هذا الشكل، هذا هو القوام ديالها. غادي نخليكم على المقادير وتشوفوا كيفاش غادي نحضروا هاد الوصفه ان شاء الله. يلا البنات، باش نوجدوا الشوربه ديالنا غادي نحتاجوا بصله مشلضه، غادي نحتاجوا بطاطا مقطعه على هذا الشكل، وغادي نحتاجوا قرعه، جوج ديال الخيزو، عندنا البسباس، وعندنا القمرون، وعندنا البزروق. غادي نحتاجوا الربيع، عندنا كذلك هنايا عندنا الشامبينيون مقطع على هذا الشكل، وعندنا النشا، الزبده. انا غادي نستعمل القشده الطريه، تقدروا تستعملوا حتى الحليب. عندي سكينجبير، وعندي شويه الملحه والبزار، وعندي البغيون اللي وجدت من قبل. ودابا نخليكم مع الطريق. غادي اول حاجه البنات غادي ناخذوا الزبده ديالنا، غادي نحاولوا نذوبوها على هذا الشكل. ملي غادي تذوب لينا مزيان غادي نضيفوا عليها البصله وخيزو. دابا غادي نضيفوا البصله وغادي نخليوها تشحر شويه. يمكن لكم البنات تستعملوا حتى الزيت الا ما بغيتوش تستعملوا الزبده. انا كنستعمل الزبده حيت كتعطي واحد النكهه زوينه لاصوب ديالنا. من بعد ملي كتبدا تطيح لينا البصله شويه غادي نزيدوا عليها خيزو. انا خيزو قطعته طريفات صغار كيف ما كتشوفوا معايا. حيت كاين اللي كيطحن كيطيب شويه الخضره وكيدير ليها نص طحنه، انا ما كتعجبنيش نطحنها، كنفضل نخليها شويه هكا من باش ملي كتكون شرب في لاصو كتلقى هذوك تلقى شويه الخضره، باش كتلقى شويه الخضره مازال زعما مقطعه ماشي مسخونه. ودابا غادي نزيدو البطاطا، وغادي نزيد القرعه. غادي نخلي الكل يتشحر مزيان. غادي نزيد شويه الملحه، شويه البزار، انا كنستعمل البزار الابيض. وغادي نزيد سكينجبير. دابا البنات غادي نزيد البسباس حتى هو خصو يتشحر، وغادي نزيدو دابا وغادي نخلي الكل يتشحر مع بعض حتى يتشحروا مزيان. بالنسبه للشامبينيون تقدروا تزيدوه دابا ولا حتى من بعد، بما انني انا الشامبينيون ديجا سوطيته قبل في المقله، دونك غادي نزيدو حتى الاخر. ودابا البنات ملي كتشحر لينا مزيان غادي نزيدو لوبغيون ديالنا، وخاصكم تكملوا بالماء، يعني ترويو بالماء. انايا درت هاد الكميه ديال المرق ديال الحوت اللي رويت به، وغادي نزيد نكمل بالكميه ديال الماء. من الاحسن ديروا شويه الماء يكون دافي. من بعد ما درنا الماء ديالنا غادي نخليو الخضره ديالنا طيب. كيف ما كتشوفوا معايا البنات ملي طابت لينا الخضره ديالنا كتشوفوا معنا البسباس كيفاش ولا رقيق. انا اصلا قطعته رقيق صراحه. البسباس كيجي المذاق ديالو واعر مع الحوت. يمكن لكم تستعملوا خضروات اخرى اللي بغيتوا، البروكولي، الخضره اللي تبغيو تستعملوا. انا عاده كندير فيها حتى البروكولي كيجي زوين. يمكن لكم ديروا الخضره اللي موجوده عندكم في الدار. دابا غادي نزيد
الشامبينيون بدل بنات ما زدت الشامبينيون غادي نزيد البزروك وغادي نزيد الكروفيت ديالنا وغادي نبقى نحرك كيف ما كتعرفوا راه بالزربه كيطيبوا دونك غادي نحركهم غير شويه نخليهم يطلقوا المذاق ديالهم في الشوربه ديالنا وهنا البنات خديت المايزينا وزدت فيها شويه الماء خلطتها وغادي نزيدها في الشوربه ديالنا وغادي نبقى نحرك على هذا الشكل يمكن لكم تستعملوا الدقيق اللي ما بغاش يستعمل المايزينا وغادي تبقاو دوروها بحال كيف ما كدوروا الحريره بعد البنات ملي غادي يطيب لينا النشا ديالنا غادي نزيد دابا القشده الطريه دائما مع التحريك كما قلت لكم يمكن لكم تعوضوا القشده بالحليب ولكن الحليب الا كنتو غديروا الحليب من الاحسن ديروه ملي غديروا البزروك والكروفيت هنا البنات وصلنا لاخر الفيديو كنتمنى هاد الوصفه تكون نالت الاعجاب ديالكم هاد الشوربه البنات كتجي زوينه بزاف وكتجي خفيفه حيت فيها الخضروات فيها الفواكه البحر جربوها البنات دابا بمناسبه رمضان جربوها في الفطور وصراحه ما غاديش تندموا عليها على حسابي جربوها وردوا عليا الخبر وشكرا لكم على المشاهده والى اللقاء الى فيديو مقبل ان شاء الله.